نايم أف الله ويستر صدق أصدقائي، واليوم نكمل وياكم باقي شرح الخصوص المقارنة الكبارسة، والله وصلنا لآخر شيء شرحناه بالفيديو السابق اللي هو الجزء الثالث اللي يتكلم عن موضوع الصفات. وصلنا لـ comparison of three or more people، مقارنة بين three or more people، ثلاث أشخاص طماطم يستخدم superlative لدرجة الضي with them. الذي قلنا الارتكل يعني أداة التعريف كلمة أدوات المعرفة المنكرة كلمة اللغة العربية، فالذي اللي هي ال مثل الكتاب الكتاب book the book الكتاب وهكذا. يقول لك مع وجود أحرف الجر إنه أو أو، وين السوبرلاتيف هاي؟ وين الأداة دي هاي؟ هاي وين؟ وين حرف الجر؟ وهذه كذا هاي الدي وهاي السوبرلاتيف هذا حرف الجر. هاي احنا البارحة شرحناها بالدرس، فاليوم راح نكمل احنا اصدقائي. يعني احنا بعدنا بالفقرة هاي سي، احنا ما بدي اقول لك affirmative clause is useful especially with the perfect tense، يقول لك الجملة النسبية is useful مفيدة خاصة مع الزمن الكامل. هسه نجي وين نشوف النسبية اصدقائي؟ الجملة النسبية عرفها ذات، فذات I have ever drunk هاي هي الجملة شنو النسبية. يا زمن جاي جاي مع perfect tense زمن كامل هو يتكون من have زائد التصريف الثاني. فهنا أصدقائي وين السوبرلاتيف هاي وين؟ وين هالدي هاي وين؟ ويا من جاية ذات relative clause، تمام؟ شلون عرفت الريلاتيف من هاي الذات في اليمن الروسي؟ نجي نترجم يقول ناخذ الثانية، ناخذ الثانية وين السوبرلاتيف درجة تفضيلها؟ وين هالدي الارتكل؟ وين الريلاتيف كلوز هاي وين ذات هاي هي الزمن التام هاد زائد التصريف الثالث. احنا عندنا الزمن التام يا هي عندنا زمن المضارع التام زمن الماضي التام، عندنا بس هذا ما مضارع التام هذا ما هاد زائد التصريف الثالث مضارع التام وهاد زائد التصريف الثالث هو الفعل الماضي التام. طبعا يجي يا أبر أبر التام هاي حالة بالصور لكي يقول this is was the worst film that he had ever seen، يقول هو هذا أسوأ فيلم يعني الذي شاهده في حياته قد شاهده في حياته، كان أسوأ فيلم قد شاهده في حياته، تمام؟ وهاي ذات الكلوز يقول لك يا مرتجل الزمن التام، والزمن التام عندنا هو اللي ماضي تام عندنا مضارع تام. فهاي هي كل الفكرة. هنا عندنا ملاحظة كلش حلوة وبسيطة بس نوضحها. نوت يعني ملاحظة ever is used here، ever هنا مستخدم superlative بدرجة التفضيل نوت نبر وليس نبر. شو عندنا هنا مستخدمين أبر مو نبر. هسه نشوف عند نبر وين نستخدمها. يقول لك هنا we can however مع ذلك express the same idea نفس الفكرة with نبر and a comparative، تمام؟ يقول لك نفس هاي الجملة نقدر بنفس المعنى لكن بغير صيغة، مكان نبر أبر نخلي نبر، لكن هنا شو عندنا؟ أيضا عندنا زمن مضارع لكن مكان الأبر نبغى نخليه،
ومكان درجة التبويق خلينا درجة الحرارة مثلا وبس. والدليل قارن هاي الجملة مع هاي الجملة الأولى. This is the best beer that I have ever drank. I have never drank better beer. أصدقائي هاي ناس صيغة حيل مهمة السؤال. يجيب لك هاي الجملة تمام ويقول لك يا بدل لي إياها أو عيد كتابتها واستخدم لي نفر. بس أنا مو طيق أبر أقول لك نفر، فأنت جي تسوي تغير الجملة كلها تسويها في الحال. فإذا فهم أكبر إحنا بسيطات. هسه الأبر تستخدم مع درجة التبطيل والنبر تستخدم مع الكومبارت. هاي السوبرلاتيف هاي الأبر والنبر يعني الكومبارتيف هاي مقصود ملاحظة. أو إذا يجيب لك إياها مقارنة بين الجملتين هم كلش بسيط. قل له إحنا الأبر استخدمها ويا السوبرلاتيف قل له الأبر استخدمها مع الكومبارتيف اللي هي تعطي نفس الفكرة مالت الجملة. يعني هسه هاي الجملة أريد أوصلك شنو المعلومة يا حبيبي، إنه هاي الجملة وهاي الجملة اثنيناتهم ينطون نفس المعنى حتى ذا التركيب مختلف مالت الجملة. هاي معناتها اللي أقصده، فهي هاي كل الفكرة. هنا عدنا يقول لك نوت 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 شنو ترجمناها قلنا هي ملاحظة. أصدقائي ملاحظة أيضا أضيف وين ما تشوفون كلمة نوت يعني هذا مهم يجيك في الامتحان. يعني شرح هسه شوف ولا يشرح لك دائما يقول لك نوت ملاحظة. الدكاترة بالجامعات دائما يركزون على هالكلمة نوت ملاحظة أو شيء مثلا شاذ دائما يجيبوا لك إياه. يعني يقول ذات most plus adjective يعني كلمة most plus adjective صفة without the من دون the اللي هي التعريف means تعني very. اها ناطق يعني شو استاذ شوف حبايب you are the most kind انت اكثر عطفا اكثر عطف هنا عفوا انت عطوف جدا استاذ most مو تجي اكثر اي حبيبي يجي ملاحظة جديد يقول لك الموست most زائد صفة kind هاي الصفر هاي الموست هاي الصفر. إذا ما أجدت قبل هنا إذا ما أجدت قبل هذي مش تعني تعني فاري. فهنا يجيب لك ياها مثلا استاذ شلون صرت السؤال تجي هنا أجيب لك هاي الجملة وخلي لك خط هنا جوا مثلا نفرض جوا موست وأقول لك يابا هاي هنا موست هنا شنو معناتها أجيت تقول يابا means very هنا أجدت معناتها very means you are very kind تعني انت عظيم جدا. فهاي الجملة مطلقها هو مترجم تعني انت عظيم جدا. وبعدين يقول لك most means very is used mainly with it or to more film. اها يقول لك يا حبايبي most تعني very تعني جدا يعني very جدا بالعربي يمكن استخدم يقول لك تستخدم مع الصفات of two or more syllables اللي ذات مقطعين او اكثر annoying تمام helpful important. يقول لك من اقول مثلا most exciting يعني معناته مثير جدا most يعني very اذا ما جت قدام هدي. فهنا كملنا الفقرة C وراح ننزل الفقرة D. اصدقائي هنا الأكثر الأسئلة احتمال تجيكم مثل بجمل يعني أعطيني صفة أقول لك parallel increase بالcomparison اللي هسه هي الفقرة. فأنت حاول كل هذا تحفظ المطلوب مالتي كل نقطة استدني تحفظ المطلوب مالتي. فهنا أقول لك parallel increase معناته تزايد توازي يتم بيقول لك is expressed by التعبير عن الإيمان ذا زائد الكبرى
في أداة تعريف ال التايت أفنتيه بكبارة صفة المقارنة أو درجة المقارنة بلس تي يعني مكرر شلون مثلا أو agent you want the big house place وهذا الشخص yes the bigger احنا يسمون هذا السمين الزيادة المتوازية وناس smaller وناتي زيادة برد وناتي زيادة برد هاي بالنسبة للمقرد شلون تسمون يعني تلك العنوان تلقيه مثال تلقيه هذا المثال gradual increase التزايد أو squeeze يقول لك هنا التزايد والتنافس التدريجي يتم التعبير على يديها two operatives في صفتين درجة المقارنة درجة المقارنة اثنين بما تفضل هاي تفضل في نشوف. The weather is getting colder and colder. ايش مرة في النار؟ يعني شفنا الناس شفنا تزايد تدريج. احنا شفنا ايش ديب؟ اكثر من هاي واحد شفنا ايش ديب؟ The weather يقول لك الطقس is getting زايد برودة وبرودة. يعني دا يبرد اكثر واكثر. فهذا شو نسوي؟ تزايد. زين استاذ تناقص تدريج في الانسان. He become less and less interesting. هو أصبح أقل اهتماما أو مهتما بعد أشوفه هاي هذا أقل تصميم فخاف يجيب لك إياها أيضا يجيب لك إياها يقول لك أعطيني الصفة تكون gradual increase أو decrease فشلون تعطيني صفة صفة تضيف فيرتل تنسى المتزايدة تعطيها يا ولد اللي على التقسيم تنافسية squeeze هذا الآن ما أقدر أحكي أصدقائي بالشرق هواي كون المادة ما تستاهل قد ما بسيطة ما تستاهل إلا فيها الصيغة مفهوم أنت أهم شيء تفهم القضية شلون ما يصيغ السؤال تقدر تحله إن شاء الله وصلنا للفقرة F comparison of action يعني مقارنة الـ action الـ الأفعال أو التصرفات أو الأفعال gerunds gerunds شنو أو infinitives شنو gerunds حبايبي تكوان gerunds لأنها هي الأسماء اللي مشتقة من الأفعال إضافة إلى ing يشوف هذا وين الجبن؟ هذا الاسم مشتق من مشتق هذا من الراي اللي معناته ينقضي او ينقضي وهذا هنا ايضا مشتق يس هذا الفنتيف الفنتيف معناته شنو حبايبي؟ معناته هذا المجرد او عفوا المصدر شو؟ ايضا هذا يجيب لك مثلا صفه يقول لك تكون اكشن مع جرن جرن هذا يقول لك اريد ان تنتهي بسحابة وصلنا للدرجة الجيدة comparison is like preposition and alike أصدقائي عندنا هسه الموضوع ترى اللي نتكلم بدنا أرجع وأقول أن الآن نتكلم عن المقارنة بين الصفات شلون أقارن
كم صيغة عندي، عندي هسه الآزات والقدام وعندي هسه اللايف ألاين وعندي هاي كل مرة. هو ده يقول لك الإنسان يقدر يقارن لايف وألاين، شلون توم إز فيري لايف توم فيري لايف بيل أن توم آر فيري ألاين. تمام تشوفون تشوفون قضية هنا لايك معناته بوزيشن معناته مثل الايك معناته يشبه لايك يشبه فهنا او عفوا متشابه فيقول له بيل وتوم متشابه اثنين متشابه فهي هاي مقارنة بلايك اند الايك. هذا كله هذا قرار بينا فناخذ نوب اتش person would like and us لدنا نسي like and us يقول لك اثنانات هنا اثر وايضا صفر تبلا كصفر طبعا كثير لايك لايك هنا بيقول لك preposition حرف جر is used only with noun استخدم only عفوا أو used only with noun استخدم فقط معامل مع الاسم والضمير والجرن اللي هو مع الاسم الفعيل يعني فعل apply في الاي ان جي سيس he swims like a fish you look like a ghost be like Peter doing jogging I went to jogging تمام بس عرفت لايك بيعمل تجي بس هذا لازم نقراها اسم هذا واحد تمام او تجي معاه بناء ضمير هذا ضمير ضمير نصب لايك هاي لا استخدامات اسم ضمير او اسم مشتقل جوا اسم مشتقل هو دائما يكون ING and as وال as هنا شبيه اداة ربط used when there is a final يقول لك تستخدمها مثل as عندما يكون final غير فعل محدد اشوف فعل محدد يعني الزمن وقت محدد Do as Peter does go jogging. As. شو معنى؟ أصدقائي. As معنى؟ Yeah. أو تكون معناته أيضا مثيل. ما هو مشكلة. بس بعدين راح تجي أبين لكم شلون الأز يختلف عن لا. فهنا دو أز هنا أصدقائي شوف هذا الفعل محدد. أصدقائي هنا شوية هذا محدد. شو محدد حبايب شلون اعرف صح ولا غلط شوف حبايب هنا في زمن والجملة بتجي يعني هسه هذا لما اجي اذكر انا ما شاء الله بيتر داز جو مباشرة اقول هذا زمن عبارة بسيط اذا هذا ما يعني في زمن يحدد why don't you go cycling as we do ايضا زمن عبارة هاي الآن ويدو ديش حبايبي هاي جمهور ديش خلاص نبدأ الزمن مبارا بس إذا نستنى فاين آيت بير شعير حد الشم معناه في زمن حد الشم but always well English light is off to see instead of يقول لك كل الإنجليزية العامة يقول لك لايك غالبا هنا تستخدم بدل الاز مثل سايكل ثرو لايك وي دو هذا شو مكان الاز خلك بالك وايضا نفس يعني اغلب الاسئله ممكن
بيمثل احنا عندنا هذا مهم صراحة. هذا هنا مهم جدا. يقول لك diet plus now diet زاد نس add as plus now as زاد نس now plus. He worked like a slave. He worked as a slave. هذا مهم جدا أصدقائي المطر فراح أريد أكبر أكبر هذا أستاذ شلون تجي تجيك مقارنة يعني على الأغلب راح تجيك مقارنة يقول لك قارن بين هاي الجملة وهاي الجملة شنو هاي شنو هاي عاش معناته عاش معناته ليش هنا قال لايك ايش از نفس الشغله ايش راح يتغير بيه فجاه تقول لك وين استاذ شلون اجاوب بس هذا الجواب هذا الجواب he worked like a slave هو يعمل مثل العبد يعني هو شنو هو مو عبد لكن يعمل مثل العبد تمام شلون استاذ مثلا على سبيل المثال مثلا ابوك او اخوك الجبير او اي شخص كثرك بشغل تقول لك كافي يا معود انا دا اشتغل مثل العبد هسه صار لي 9 ساعات مثلا اشتغل جرة واحدة مثلا تمام فلايك سليف يعني هو مو عبد تمام هنا هي ورك از سليف لا معناته هو عبد بس انت قلت له ساي اول هي ورك هي ورك لايك سليف معناته فيري هارد يعمل بجد اكثر He worked as a slave. He was a slave. أنا هو كان عبد. يعني أنا عبد. فالآز واللايك مثلا مساج أقول I work as a teacher. أنا أعمل كمدرس أو معلم. تمام؟ ما يصير أقول I work like a teacher. مهندس وذاك يشتغل شغل المعلم فعرفت الفرق؟ فالاز واللايك الاز مثل ما تقول شيء 100% يعني متشابه متطابق 100% اما اللايك لا غير متطابق مثل فهي شوف اني هو يعمل هو عمل مثل العبد وهو يعمل كالعبد الآز هنا معناته هو عبد أما هنا هو معناته العمل مالته أما هنا معناته يعمل بجد أكثر وكذلك عندنا she used her umbrella as a weapon weapon سلاح فهنا الآز شنو أصدقائي الآز ك إلى هي استخدمت مظلتها كسلاح بين قوسين شنو she struck him with يعني ضربته به هنا كمان الفقرة 21 وهنا راح نجيب السحاب to than as plus pronoun ضمير plus auxiliary فعل مساعد نشوف يقول لك A when the same verb is required before and after than as لك عندما نفس الفعل مطلوب قبل وبعد قدام as هنا شنو كنا يقول we can use an auxiliary for this نفس الفعل قبل قدام والas وبعد نفس لك الثاني يقدر نبدل بفعل مساعد تمام يعني شلون استاذ هنا سمبل هاي earn less than he does شنو معناته؟ معناته I earn less than he earns يعني هناك فعل تكرر لكن ما كررناه شو سوينا له؟ خلينا له بس تمام؟ استاذ شلون تجي بالامتحان؟ حبايبي هاي شو تجي يقول لك مثلا شلون تدخل درس؟ او انت في
هاي القضية راح تفهم الباقي شو راح يصير. وأصدقائي ملاحظة جدا سيئة، هذا الكتاب يحتوي على كتاب ثاني تماما، هذا الكتاب كتاب يوستر سايز، بس هذا الموضوع يتم مشاهدة بسيط. السؤال راح تلقاها موجودة هناك بدل الكتاب، لكن هذا الكتاب وين يباع؟ والله ما أعرف، أونلاين يبيعونه ما أعرف تقريبا 80 دولار أو 40 دولار شيء، واحتمال يعني تكون مكتبة أو اسم الكتاب مالتهم براكتيكال ديجيتال. طب راح تسأل هاي المقصود، ليش ما حبيت هذا الفعل بدل ما تتابعه؟ هذا الفعل بدل ما يكرر هنا خلق هذا الوزن. The same tense needn't be used to both words. احنا حضرين الفعل مو شرط نفس الزمن، يعني الجمهور كان يكون نفس الزمن. مثلا تستشف هذا he knows more than I did at this age. فهنا عندنا فعل مضارع ماضي مضارع بسيط، ماضي بسيط، هذا نفس يقول لك مو شرط يعني جملتين كلها نفس الفعل، لازم هاي مضارع. أستاذ شلون الصيغة تجي هذا الحكي يعني شو معناه في هذا الحوار؟ فيقول as وذان يجي وراها الضمير، هذا هو الضمير تمام؟ الآي هو فعل مساعد. ليش أستاذ استخدم يعني بدل ما أقول أني هذا أكرر هنا نفسه، لا أعوض عنه المكان كان الضمير فعل مساعد. هاي كل الفكرة اللي جاب مكان مكان. عندنا الفقرة B، الفقرة B وصلنا. When the second clause consists only of than as plus I we you plus verb and there is no change of tense. It's usually possible to omit the verb. When the second clause of the adjective time consists of one فقط than and as plus زائد I we you زائد فعل وماكو تغيير there is no change of tense ماكو تغيير بالزمن يقولك ممكن تحذف الفعل. أستاذ شلون هسه راح نشوف هذا نشوف الحكي شلون يقول لك I'm not as old as you. هنا الآن ما دام خلي بين قوس يعني هذا يقول لك ممكن تحذفه. ليش؟ ما دام عندي شنو؟ أولا عندي اليو اللي هاي وين عندي شنو؟ عندي الآز تمام عندي هاي الآز والجملة اثنينات نفس الزمن يقول لك هنا ماكو تغيير. ما دام عندي ماكو تغيير ممكن احذف هذا يعني احذف هذا الفعل. يمكن عندي اذن شباب يا عندي هذا الضمير ريفيو هذا الفعل ينحذف هي هاي معناته هذا كذلك يجب أيضا توضيحه. He has more time than I we have. فيقول لك الهاب ليش الاثنين نفس الزمن؟ الاثنين في الزمن المضارع البسيط. فيقول لك هذا ليش وجدت الكتاب وحده
كان أو الآز لما قلت بعد إذا جمعت قدم أي واحد كان يبي وفي كان زمن جملة عندي نفسه يقول لك إذا In formal English, we keep I, we as for now, and still consider with the subject of the verb, even the verb is on. باللغة الرسمية English formal English. Government. Government. Yeah, perfect form. حتى ما ضيف. على الرغم من اللي قلت لك حدث بالإنجليزية الغير رسمية والرسمية لا يمتاز فيها ما ومضيها فيها الإنسايد has more time than I or than I than he أقول لك he has more time than I غير رسمية الإنجليزية الغير رسمية يتحول يعني من أحدث الفعل مفروض الفاعل حوله I saved يعني من حالة الرفع إلى حالة النصب. الفقرة C When than as is followed by he, she, it يقول لك عندما من than is مرفوعة بمن she و he is الثالثة بمرفوعة I, we, you قلنا شو يصير فيه؟ ما هو change في الزمن يقول لك من أحدث أومن حدث إحنا هذا يقول لك تكون as we followed by he she it الفعل هناش بي اها يقول لك normal keep مبني على الفعل ما نحسبه حتى اذا كان نفس الزمن so بس هنا بقى ما حدثنا مثلا تكون مثلا تكون مثلا نفرض هنا يقول لك الاز مثلا يعني صيغه السؤال هيك نفرض يقول لك هنا الاز ليش ما اقدر احذفها فش الكلمه هذه اللي عندما الثان او الاز عندما تكون متبوعه بهي وشي وات هسه هنا في متبوعه بهي ايش بيك الا قلنا هنا الفعل عاده نورمالي كيب ذا فيرب عاده تبقى الفعل عكس هاي الفوق عكس الفقره بي الثان ولازم مدفوعة ب I و U يقول لك الفعل ممكن نحن يقول لا لا هنا بيكون مدفوع بالفاعل هي وشي و إذ والضمير هي وشي و إذ أها but هنا يقول لك ولكن we can drop the verb يقول لك هنا ممكن نسقط الفعل and we and use he or she and they in formal English يقول لك هنا عادي يعني بالformal English نقدر نحذفهم باقي هذا النفس أو نقلب مثلا he يصير him و she يصير her و they يصير them يبدأ يقول لك very very colloquial English باللغة الإنجليزية دارجة يقول لك ايضا هاي القوانين تطبق بالقطارة كلام made with adverbs better than he does better than he better than better than ايه
دائما يدل على مجموعة، يعني الصفة الداخلية اللي دام لدي يدل على مجموعة دائما تجمع، يعني اعتبرها كجمع. مثلا من نقول blind، blind معناتها أعمى، مصبة نقول the blind. deaf أطرش، the deaf مثلا أطرشان. disabled عاجز، أو نسميه ذو احتياجات خاصة. disabled ذوي الاحتياجات الخاصة. disabled معناته معاق. disabled نقدر نقول معوقين، أو نقول يعني معوقين شوية الكلمة ما أفضل، أو شوية مو حلوة، فنقول ذوي احتياجات خاصة. disabled ذوي احتياجات خاصة. مثلا sick مريض، هاي مصفة نقول the sick المرضى. فيشوفون هنا شلون استخدمتها، المعنى يصير شنو؟ plural جمع، المرضى مو مريض، المريضة المرضى، المعاقين، تمام، the poor the poor الفقراء. هنا استاذ شلون يعني شوف هذا الفعل قصدك؟ الفعل هنا اجى جمع، استاذ شلون جمع؟ ما في اس، يا استاذ شلون جمع؟ سبب مضارع بسيط، ارجوكم لازم تذكرون الدنيا. اذا كان الفاعل مفرد خلي اس، اذا كان الفاعل جمع ما خلي اس. فهنا هذا الدور هنا شو استخدمنا؟ كجمع شوف ما بيأس. درج رج غني، صف درج الأغنياء، تمام، هذا المقصود. يقول لك أيضا بعض أسماء الجنسيات الصفات عفوا داتش فسبانش معنات الأسبانية، يشوفون ذي هاي معنات الأشبوع الجنس ending human SH CH مثلا يقول لك يا بنطيني ناشونال ادجكتيفز تعطيني بلورال تعطيني اسم جمع مثلا تعطيني سبانش او يقول لك يا بنطيني صفه تستخدم بلورال مينينج يعني مثل تعطيني مثل ذا بور يد بورال كارت يد جمع هاي معناها ترجمه الجمله الفقراء يزدادون فقرا والاغنياء يزدادون غناء يكون اكثر غناء. يقول لك وهاي القاعده نفسها كان فيوز سولار ليمتد مثلها ناشونال ادكتيفز بالصفات ياها المتهيئة بالاس اي والاسس اسوس بالجمع اس، تمام، نفس القاعده فوق هاي الاسبانش اللي ناشونال بالصفات المنتهية في CH و SH يقول لك نفسها تنطبق على الصفات المنتهية في CA و SH. عندنا هنا ملاحظة نعود The adjective here compares to a good or bad. يقول لك هنا الصفات هسه راح ناخذها The adjective here refers لما تشير refers تشير إلى group or people، تمام، مجموعة من الناس. يقول هنا هاي الحالة هنا تشير إلى مجموعة خاصة. We must add a noun، هنا يقول لك لازم نضيف اسم، يعني بعد عدد الصفات لازم نضيف اسم. يعني مثلا description these seeds are for the disabled، the disabled members of our party will have free. شوف أنا حبايبي قلنا the disabled ما احتاجها، تمام، لكن هذه the disabled members
الأعضاء ذوي الاحتياجات الخاصة في يمكن of our حفلة تركناهم براحة من فري من فري على راحة. إحنا المن أشارين أشارين المجموعة الخاصة من ضمن الحفلة، لذلك استخدمنا اسم تمام في disabled members، يعني حددنا هنا ما نقول حددنا. وصلت الفكرة؟ هاي معناتها يقول لك لازم نتكلم عن مجموعة خاصة جروب معين، فتخلص جروب جروب خاص لازم يقول لك نضيف اسم. بشوف هنا وين ضفنا اسم، ما قلنا بس disabled، لا disabled members of all party، يعني حددنا الأعضاء المعاقين اللي بحفلتنا تركناهم واحد. هذا يقول لك الفرنش تأكيد في شوية، يعني الفرنسيين يحبون يأكلون السمك أو عفوا يحبون الأكل ويض الصحي تأكل بصورة صحية. The French طبعا هذا الفعل ما بي اس ليش؟ لأن الصفات هنا معنى الجمع. هنا يقول لك هنا أضاف اسم يقول لك السياح الفرنسيين ليش؟ لأن حدد يشتكون من الطعام، حدد من اشتكى من الطعام السياح الفرنسيين مثلا البريطاني كذا، لا حدد المجموعة اللي كذا. Some colors يقول لك بعض الألوان كان بيوزن in the plural ممكن تستخدم تجمل تمثل الناس. But these take S، وهاي شنو تاخذ الأس؟ يقول لك بعض الأسماء اللي نشير بها الناس مثل الناس تاخذ أسماء تقول the blacks، يعني شو the blacks black هو أسود the blacks معناته الناس اللي بشرتهم سمرا، the whites الناس اللي بشرتهم بيضاء هي حقا تمام حبايبي. فأنا أقول لك بعض الألوان تستخدم في هذا وظيفة الناس المن لما نتمثل الناس شو نضيف لنا الناس هذا مثل الأسماء يقول لك نضيف لنا الناس نعاملها كنوازل the blacks الناس والبشرة السوداء the whites الناس والبشرة البيضاء. أنا الفقرة الأخيرة يتكلم أو يوصف ناس نضيف لأس. See the adjective can occasionally have singular meaning. يقول لك أكو صفات هنا وممكن يعني تكون لها معنى مفرد. يجيب لك جملة مثل يقول لك the plus adjective تعطيني singular meaning. هذا نصدق على الحظوظ. The accused person المتهم. The accused المتهم. The unexpected thing الشيء الغير متوقع. هنا يقول لك تجيب معنى المفرد. لأنيش كل المعنى الجمع اللي ذكرناه قبل قليل هاي معنى المفرد. أو بيجيب لك يعني مثل لما يأتي بجمع مفيدة مثلا. كلنا أصدقائي كملت هذا الشرح كلنا راح نتوقف حتى ما يكون الفيديو طويل عليكم. وإن شاء الله بعد فيديو آخر يعني بس فيديو واحد وقالنا إن شاء الله ونكمل موضوع الصفات والشابتر اللي يتكلم عن الصفات. لهنا أتمنى كل التوفيق وأتمنى أن الشرح يكون واضح ومفهوم بالنسبة لكم، وأي سؤال أي استفسار تقولوا التعليقات وإن شاء الله أرد عليكم. أما بخصوص الأسئلة أرجع أقول لكم يعني هذا الكتاب إذا قدرتوا تحصلون كتاب التمارين مالته راح تلقون كل موضوع مطيق تمرين عليه. هذا التمرين مطيق عليه ست السؤال هو نفسه اللي يجيكم في الامتحان. إذا هاي سألوا الأستاذ الأستاذ مالتكم في الجامعة اللي يدخل لكم في المادة سألوا على الكتاب هذا في الأستاذ وين كتاب التمارين حصله تمام. واستودعكم الله.